السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وأتباعه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك لو شئت لجعلت الصعب سهلا. في عندنا بقى في الفيديو ده واللي جاي يا جماعة مجموعة اسمها Muscles of the Gluteal Regions. Muscles of the Gluteal Region دي أولا فيها أربعة Muscles كده هون مع بعض. Muscles اسمها Gluteal Muscles وتنسور فاشيالات. نبتدي بقى بانهي واحده فيهم. لما نخش على الجروب ده هنا كده هون بقى اللي هي الجلوتيال ماسلز، نقول لهم هاتوا لي التخين اللي فيكم. طبعا التخين اللي فيهم الكبيره قوي دي التخينه قوي، فيري ثيك ماسل قد تخن كده، طبعا دي سموها جلوتيس في الجلوتيال ريجن، لازم تبقى جلوتيس. وحيث دي تبقى التخينة بقى الكبيرة بتاعتنا تبقى دي جلوتيس ماكسيموس. الجلوتيس ماكسيموس دي مصر مهمة جدا جدا يا جماعة. يا ترى ايه الأورجن بتاعها؟ طبعا باين من الرسمة دي كده هو كأوت لاين انها طالعة منين؟ من السيرفس اللي بره ده، الأوتر سيرفس اوف زي الياك بون. وانتوا عارفين الأوتر سيرفس اوف زي الياك بون ده عشان بيطلع منه الجلوتيال ماسلز، سموا السيرفيس ده جلوتيال سيرفيس. الجلوتيال سيرفيس ده يا جماعه واضح ان احنا طالعين الجلوتياس ماكسيموس من الجلوتيال سيرفيس اوف ايليوم، ومن العظمه دي من الباك اوف سيكرم، وطلع كمان من الليجامنت هنشوفه كمان ثواني. نبص كده بقى الجلوتيس ماكسيموس يا جماعه، هي بتطلع من جلوتيال سيرفيس اوف ايليوم بيهايند ذا بوستيريور جلوتيال لاين، لان جلوتيال سيرفيس اوف ايليوم دي متقسمه لثلاث مناطق، منطقه طالعه منها جلوتيس ماكسيموس، منطقه طالعه منها جلوتيس ميديوس، منطقه طالعه منها جلوتيس السوانتوتر اللي اسمها جلوتيس مينيموس. متقسمه بقى الجلوتيال ريجن الجلوتيال سيرفيس ده وان بثلاثه جلوتيال لاينز، بوستيرور جلوتيال لاين، ميدل جلوتيال لاين، اند انفيرور جلوتيال لاين. وطبعا الاسم على مسمى، الخط اللي تحت انفيرور جلوتيال لاين، والخط اللي ورا بوستيرور، واللي في النص ما بينهم اسم على مسمى ميدل جلوتيال لاين. الجلوتيس ماكسيموس يا جماعه بتطلع من الجلوتيال سيرفيس اوف ايليوم بيهايند ذا بوستيرو جلوتيال لاين، وبتطلع من الباك اوف سيكرام، وبتطلع كمان من الليجامنت ده. ايه الليجامنت ده يا جماعه؟ ده ليجامنت اسم على مسمى، ما ده حلاوه الاناتومي بتاعتنا. حلاوه الاناتومي اسم على مسمى، ده ليجامنت ما بين السيكرام والاسكيال تيوبروزتي. فمن الاسكيم للتيبروزتي بذمتك يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ساكرو تيوبرس ليجامنت. نبص نلاقي الجلوتيس ماكسيموس يا جماعه تخينه قوي، هتروح تبقى انسرتد فين؟ نلاقي لها عظم ازاي ده يعني يبقى انسرتد فيه التخن ده كله؟ فبيني وبينك مش لاقيين بقى عظمه تاخد تستحمل التخن ده كله، فراح ربنا بقى مقسمها ربع ميديال وثلاث ارباع، ربع ديب وثلاث ارباع سوبرفيشال. الربع الديب ماشي ده ناحيه العظمه، يبقى انسيرتد في الحته اللي متسميه باسم جلوتيس دي، حته عظمه عاليه خدناها قبل كده في العظم اسمها تيبروستي، والتيبروست ده عشان انسيرتد فيه الديب 1 فورس اوف جلوتيس ماكسيموس سموها جلوتيال تيوبروزتي، ده الربع الديب. طب الثلاث ارباع بقى السوبرفيشال، الثلاث ارباع السوبرفيشال اهو ده السوبرفيشال بارت اوف جلوتيس ماكسيموس انسيرت في هذا السكند باند اوف ديب فاشيا. السكند باند اوف ديب فاشيا ده اللي هنعرف كل حاجه عنه في الاخر الفيديو ده. سكند باند اوف ديب فاشيا ما بين الإيليا كريست و
اللاترال تيبيال كوندايل، يبقى السكند باند اوف ديب فاشيا ده اللي ما بين الايليا كريست والكوندايل اوف تيبيا، ده يبقى اسمه ايليو تيبيال تراكت. فالسوبرفيشال تلات ارباع بتاع العضله دي انسيرتد في السكند باند اوف ديب فاشيا دون اللي اسمه ايليو تيبيال تراكت. وعلى فكره الايليو تيبيال تراكت دون احنا انسيرتد في كاجلوتيوس ماكسيموس، فين بالظبط؟ في البوستير بوردر اوف ايليو تيبيال تراكت. والاخ ده على فكره بيستقبل عضله ثانيه من في الانتيرو بوردر انسيرتد فيه. العضله دي اللي في الانتيرو بوردر يا جماعه دي اللي اسمها تنسور فاشيالاتا، هناخدها برضو التفصيل في اخر الفيديو. الجلوتس ماكسيموس دي بقى عرفنا انها طالعه من ثلاث اماكن وانسيرتد في مكانين، طالعه من ثلاث اماكن من الجلوتيال سيرفيس اوف ايليام بيهايند ذا بوستيرور جلوتيال لاين، الجلوتيال لاين اهو البوستير واحنا ورا، ومن الباك اوف سيكرام ومن الباك اوف ساكرو تيوبراس ليجامنت، انسيرتد في مكانين في الجلوتيال تيبروستي في الجزء الديب منها، والثلاث ارباع السوبرفيشال انسيرتد في الايليوتيبيال تراكت. يا ترى العضلات ده العضله دي بقى ايه اللي همنا فيها؟ طبعا اكيد الاكشن. الجلوتيس ماكسيموس دي يا جماعه على الباك اوف ذا هيب جوينت، ما دام على الباك اوف ذا هيب جوينت اي عضله على الباك اوف ذا جوينت بتعمل فليكشن ولا اكستنشن؟ طبعا دي اكيد بتعمل اكستنشن للهيب جوينت، ومش اي اكستنشن بقى، خد بالك دي الباورفول مين اكستنسور اوف ذا هيب جوينت اند ذا ساي. زي ما انتم عارفين كل الحركات اللي عند الهيب جوينت دي حركات الساي، فدي اللي بتعمل لك الباورفول اكستنشن. باورفول اكستنشن زي ايه؟ وانت شايل وزن جسمك، زي ما اكون مثلا قاعد وبقوم، فوانا بقوم ده محتاج اعمل باورفول اكستنشن للهيب جوينت بكونتراكشن اوف جلوتيوس ماكسيموس. زائد برضو وانت طالع من على السلم، وانت طالع السلم كده هو نعليه الجلوتيوس ماكسيموس بتشتغل جامد قوي. فطبعا يا جماعه اما اكون قاعد وعايز اقوم اقف، او مثلا طالع سلم او حاجه زي كده هو، فيبقى انت لازم محتاج الجلوتيوس ماكسيموس. الجلوتيوس ماكسيموس كمان يا جماعه دي على الباك هنا هو، عرفنا المنطقة اللي طالعة منها ده الأورجن، ورايح عشان تبقى انسيرت ده هو لاترالي في الجلوتيال تيبروستي. شد الانسيرشن ده للباك اوف ذا سيكرام، هتبص تلاقي الساي بقت لاترالي روتيتد، فأسست اخواتها اللي في المنطقة بإن هي تعمل لهم لاترال روتيشن، لأن احنا دي في المنطقة بتاعت الجلوتيال ريجون هنلاقي في عندي ستة مصلز بيعملوا لاترال روتيشن للساي، بتساعدهم الجلوتيوس ماكسيموس مصل. طبعا الجلوتيوس ماكسيموس مصل يا جماعه دي انسيرتد في الايليوتيبيال تراكت، فما الجلوتيوس ماكسيموس تعمل كونتراكشن مش هتشد على الايليوتيبيال تراكت، وما تشد على الايليوتيبيال تراكت الايليوتيبيال تراكت هيبقى تنس، فهي طبعا يا جماعه بتعمل تنشن وتبقى تنسور اوف ذا ايليوتيبيال تراكت والفاشيالاتا كلها. ايه الفاشيالاتا دي؟ الفاشيالاتا دي يا جماعه دي الديب فاشيا اوف ذا ساي اسمها فاشيالاتا، والايليوتيبيال تراكت ذا سكند باند في الفاشيالاتا. فجلوتيوس ماكسيموس اما هتشد بتشد الايليوتيبيال تراكت وبتشد كل الديب فاشيا اوف ذا ساي اللي هي الفاشيا لاتا. عشان ارسم بقى منطقه الجلوتيال ريجون دي كلها في دماغك، ولو انتوا فاتحين جثه طازه لسه وعايزين تشوفوا بقى الجلوتيال ريجون اللي هيرسم لك الحكايه دي بقى الاستراكشرز ديب تو جلوتيوس ماكسيموس. ايه الاستراكشرز بقى اللي ديب تو جلوتيوس ماكسيموس عشان نرسم بقى المنطقه دي؟ لو انا يا جماعه قطعت الجلوتيوس ماكسيموس وبصيت بقى في ايه تحتيها، نقسمها مبدئيا هتلاقي عظمتين،
العظمة طبعا التخينة دي اللي اسمها جريتر تروكانتر، والعظمة اللي انت قاعد عليها دي اللي اسمها اسكيال تيوبروستي. وعندي تو ليجمنتس ديب لينا في الليجمنت اللي احنا واخدين اوريجين منه ده اللي اسمه ساكرو تيوبروس ليجمنت واخوه. في عندي ليجمنت يا جماعه برضو من السكرم واتاتشد للعظمه دي اللي اسمها ايه؟ اسكيال سباين. فما دام بقى ليجمنت من السكرم للسباين بذمتك هيبقى اسمه ايه؟ ساكرو سباينس ليجمنت. نبص نلاقي الستراكشر زيب تو جلوتيس ماكسيموس، تو بونز ودو ليجمنتس. وعندي اكيد اتاتشد للليجمنتس وللمسلز دي، اكيد اتاتشد مسلز طبعا. ديب ليج بقى في مسلز ايه؟ ديب ليج في مسلز دول. ايه بقى المسلز دول؟ اولا العضله دي بس اللي هي جلوتيس ميدياس. وليه بقول بس مش دي؟ لان دي جلوتيس مينيمس. هتقولوا ليه مش تحتها، مش تحت جلوتيس ماكسيمس ليه؟ لان جلوتيس مينيمس دي يا جماعه مستخبيه تماما ولا يمكن تشوفها اما تبيض الا لما تقطع الجلوتيس ميدياس. فالجلوتيس مينيمس دي مخفيه تماما تحت جلوتيس ميدياس. فاحنا اول مصل ديب لل جلوتيس ماكسيمس مصل الجلوتيس مين ميدياس، والمينيمس ما بتتشافش الا اذا طحت الجلوتيس ميدياس، يبان لك تحتيها جلوتيس مينيمس. وبعدين بقى عندك المصل دول اللي اسمهم اللاترال روتيتورز. المصل دول اللاترال روتيتورز اللي احنا هناخدها بالتفصيل في الفيديوهات الجايه. في واحده عامله زي الكم الترايه، عشان زي الكومتراية بيتقال عليها بايري فورمس مصل. وعضلة اسمها سوبيرور جيميلس، واختها تحت اسمها انفيرور جيميلس، وما بينهم عضلة طالعة من جوه البلفس من الاوبتيوريتور فورامن والاوبتيوريتور ممبرين. عشان طبعا دي طالعة من الاوبتيوريتور فورامن وممبرين يبقى اسمها اوبتيوريتور انترنس، لانها طبعا من جوه البلفس يبقى انترنس. وبعدين عندي مصر كده مربع كده هو رباعيات الاضلاع، قالوا عليها كوادريتس فيموريس عشان ماسكه في الفيمر. ويبقى انا عندي المسلز اللي ديب للجلوتياس ماكسيموس، جلوتياس ميدياس، بايري فورمس، سوبيرو جيميلس، اوبتيوريتور انترنس في النص، وتحتها الانفيرو جيميلس، وبعدين الكوادريتس فيموريس. هل يا ترى في اي فيسلز تحتينا؟ اي نيرفز تحتينا؟ طبعا. الرسمه دي بقى جميله قوي. الجلوتيس ماكسيمس اهي هنقطعها يا جماعه، قطعناها وخلاص ما بقتش موجود. فشفنا الجلوتيس ميدياس اللي تحتيها، عشان اشوف المينيمس اضطريت اقطع جلوتيس ميدياس عشان اشوف المينيمس. وبعدين شفت بقى الكومتراية بايري فورمس والثلاث عضلات الاخوات دول اللي انسرتد مع بعض، سوبيرو جيميلس، اوبتيوريتور انترنس، انفيرو جيميلس، وبعدين رباعية الاضلاع اللي تحت دي اسمها كوادريتس فيموريس. فين بقى النيرفز والفيسلز اللي نهوان؟ البايروفورمز دي يقول لك دي مفتاح الجلوتيال ريجون. ليه بقى مفتاح الجلوتيال ريجون؟ لاند مارك مهمه جدا. فوقيها في نيرف وفيسلز، وتحتيها في نيرف وفيسلز. النيرف والفيسلز اللي فوق واللي تحت البايروفورمز الصغيرين دول، دول بيغذوا الجلوتيال ريجون. فقالوا عليهم جلوتيال نيرف وفيسلز وجلوتيال نيرف وفيسلز. كده انت في موقف حرج جدا. تفرق ازاي بقى الجلوتيال فيسلز ونيرفز اللي فوق البايروفورمز من الجلوتيال نيرف وفيسلز اللي تحت البايروفورمز؟
اكيد اللي فوق يبقى السوبير جلوتيال نيرف اند فيسلز، والانفيرور جلوتيال نيرف اند فيسلز. ماشي، نبص ليه يا جماعه؟ في عندنا تحت البايريفورمس اتخن نيرف في الجسم، النيرف التخين الفظيع ده اللي ما فيش تخنه ابدا، ده عامل زي الحبل قد كده التخين، ده اسمه السياتيك نيرف. والسياتيك نيرف بيكون ماشي جنبه كده هو سوا سوا ميديالي، نيرف رايح يغذي السكن اللي على البوستيرور اسبكت اوف ذا ساي، نيرف وكوتينيوس وبيغذي السكن بتاع الساي من ورا، يبقى اسمه ايه؟ اسم على مش مسمى اكيد، بوستيرور كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي. وهنلاقي كمان نيرف كده زغنطوط قوي صعب تشوفه دون، رايح يغذي الكوادريسبس، اسمه نيرف تو كوادريسبس فيمورس. وفي عندي تو نيرفز وفيسل في النص طالعين من الجريتر سياتيك فورامن وداخلين في الليسر سياتيك فورامن. ايه الجريتر سياتيك فورامن والليسر سياتيك فورامن ده يا جماعه؟ ما احنا عندنا كنا خدنا في الهيبون في جريتر سياتيك نوتش، وتحت في واحده صغيره اسمها الليسر سياتيك نوتش. وجود الليجمنتس اللي هنا هون اللي هي الساكرو تيوبرس والساكرو سباينس راحوا قافلين النوتشز دهيا وخلوها خرم خرم، اللي فوق خرم كبير اسمه جريتر سياتيك فورامن، واللي تحت ده يبقى اسمه ليسر سياتيك فورامن. ففي عندي نيرفز وفي النص فيه هنا هون فيسل معدي من الجريتر سياتيك للليسر سياتيك عشان يخش البلفس، اسمه ايه بقى دون؟ في عندنا يا جماعه انترنال بيودندال فيسلز، ده في النص وحواليه تو نيرفز على اللاترال وعلى الميديال اسبكت. ايه التو نيرفز دول؟ بيودندال نيرف اند نيرف تو اوبتيوريتور انترنس، باينه في الرسمه الحلوه دي اهي. التو نيرفز اللي على الجناب lateral or medial nerve to obturator internus و البيودندال نيرف، والنص اللي في النص ده اسمه internal بيودندال vessels. نبص نلاقي في ايه structures تاني deep للgluteus maximus. خلاص كده خلص bones وligaments، واكيد البونز والligaments دي attached ليها muscles، وبعدين في الفيسلز اللي بتتقسم فوق البايريفورمز وتحت البايريفورمز، وعندنا الثلاثة ستراكشرز دول فيسل في النص وتو نيرف صغيرين جايين من الجريتر رايحين على الليسر سياتيك فورامن. بقول لك ايه بقى، ده الوقت بقى ان انا اقول لك ايه النيرف سبلاي بتاع المجموعه دي كلها. ايه النيرف سبلاي بقى بتاع المجموعه دي كلها؟ طبعا يا جماعه في سوبير جلوتيال نيرف اند فيسلز طلع اهي فوق البايريفورمس، شايف ماشيه فين؟ ماشيه فورورد اند لاترال، ما بين مين ومين؟ ما بين الجلوتيوس ميديوس ومينيموس، واكيد هيغذوه. وشايف بقى الجماعه دول اللي هم السوبير جلوتيال فيسلز ونيرفز رايحين ينتهوا فين؟ في العضله دي، العضله اللي قدام اللي ماسكه في التنسور فاشيالات، اللي ماسكه في الايلوتيبيال تراك، العضله اللي اسمها تنسور فاشيالات. فاحنا عندنا في اربع عضلات، الجلوتيوس ماكسيموس وميديوس ومينيموس وتنسور فاشيالات. السوبير جلوتيال مشي ما بين الميديوس والمينيموس وغذاهم وانتهى قدام في التنسور فاشيالات. لولا الملامه كان السوبير جلوتيال عايز يغذي الماكسيموس، ما الماكسيموس هيفوق ايه على طول. الجلوتيوس ماكسيموس قالت انا التخين اللي هنا ما اقبلش شريك، وهسيب لكم انتوا يا جرابيع ميديوس ومينيموس وتنسور فاشيات العالم الصغيره دي، هسيب لكم السوبير جلوتيال نيرف وانا لوحدي
هاخد الانفيرور جلوتيال نيرف، فكل الماسلز اللي هنا هون اللي في المنطقه دي اللي هم الاربعه بتوعنا الاولانيين دول، اتنين جلوتياس والتنسور فاشيا لاتا سوبيرو جلوتيال، والماكسيموس التخين ما يقبلش شريك، تاخد من الانفيرور جلوتيال نيرف. طبعا جلوتياس ماكسيموس دي تعتبر العضله الاحلام بالنسبة لأي واحد عايز يدي انترا ماسكولار انجكشن. ليه الأحلام يعني؟ دي عضلة الأحلام من تخنها. فأنا عايز في الانترا ماسكولار أحقن جوه عضلة والسيرفس إيريا بتاعها يكون واسع عشان يمتص الدواء بسهولة وبسرعة من العضلة دي. ما عندكش بقى أدخن ولا أوسع هي من الجلوتياس ماكسيموس. احقن يا عم مش براحتك. مش هحقن في اي حته. فطبعا ده المكان المميز والمفضل للانترا ماسكولار. بس بقى وانا بحقن ما بحقنش براحتي، لان انت بتحقن هنا هون وحقنت هنا في اللور انر بارت، برافو عليك، انت دخلت جوه السايتك نيرف وهتحقن فيه وتجيب لي سايتك نيرف انجري. فاحنا بقى فنانين. الجلوتياس ماكسيموس دي مخليه الجلوتيه ريجن عامله زي الكوره، تروح جاي ضرب لي عليها كده هون خطين وهميين، خط وهمي بالطول فيرتيكال وخط وهمي بالعرض. كده يبقى انت قسمت الجلوتيال ريجن والكره دي لايه؟ لاربع تربع. اللي تحقن فيه طبعا انتوا عارفين في الطب وفي الجراحه ابعد عن الشر وغنيله، بنبعد عن الامبورتنت استراكشر عشان ما عملوش انجر، فابعد عن الشر وغنيله. فاذا كان السايتك نيرف هنا هو في اللور انر كوادرنت، مش ده تحت اهو وانر ميديال اهو، يبقى ابعد عن الشر وغنيله واروح انا بعيد خالص في الابر لاترال كوادرنت. فاحنا هنا بقى في الجلوتياس ماكسيموس في الابر لاترال كوادرنت بعيد عن السايتك نيرف عشان ما نعملوش اي انجوري. نبص نلاقي كده احنا انهينا الجلوتياس ماكسيموس مسل، و عشان بقى الفيديو ما يطولش قوي نكمل في الفيديو القادم. Thank you for good listening and good luck.